استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب. كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والذي ثمن مشاركة نقابة المحامين السياسية في كافة الأحداث، مشيرا إلى دور النقابة المهم في توعية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية في الانتخابات.